السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. بعد أسابيع من الحصار والتصعيد، اتفاق مبدئي برعاية روسية للتهدئة في درعا. المرصد الأورو متوسطي يدين احتجاز المئات من السوريين في ليبيا والانتهاكات المرتكبة بحقهم. وحدة تنسيق الدعم تعلن تسجيل إصابات بمتحور ألفا في عفرين شمالي حلب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. أعلنت لجنة درعا المركزية عن اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لبحث مقترح خارطة طريق للمنطقة قدمه الجانب الروسي. التقرير التالي والتفاصيل. بعد أسابيع من الحصار والحشود العسكرية لقوات النظام في درعا، بوادر اتفاق جديد بين النظام واللجنة المركزية برعاية الروسية يلوح في الأفق. جديد روسيا خارطة حل تضمنت اتفاقا مبدئيا يقضي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، يتم خلالها جولات من المباحثات والتفاوض بين الأهالي والنظام برعايتها. المتحدث باسم اللجنة المركزية عدنان المسالم ذكر على صفحته في فيسبوك أنه تم التوافق على تشكيل لجنة لتنفيذ الاتفاق ومتابعة حل الإشكالات طيلة فترة التفاوض، مضيفا أن دوريات روسية ستسير في محيط درعا لمراقبة وقف إطلاق النار، وأنه سيتم تزويد اللجنة بورقة عن الخارطة لمناقشة بنودها. إعلان المسالمة حول وقف إطلاق النار لم يمضي عليه ساعات حتى سارعت قوات النظام لقصف أحياء درعا المحاصرة موقعة جرحى بين المدنيين، قصف تزامن أيضا مع محاولات تقدم للفرقة الرابعة بحسب مراسل قناة حلب اليوم. الاتفاق المبدئي في درعا يراه العميد المنشق عن النظام إبراهيم الجباوي لا يختلف عن اتفاق عام 2018، معتبرا أن الخيار الارتباط بالفيلق الخامس قد يكون أفضل الخيارات لقطع الطريق أمام سيطرة الفرقة الرابعة. يقول عضو اللجنة الدستورية حسن الحريري في حديثه لمؤسسة نبأ إنه إذا تأكد وجود بند التهجير لغير الراغبين بالتسوية ضمن خارطة الحل الروسي فإن ذلك لن يكون في صالح أهالي درعا. تطبيق بند التهجير في المدينة يعني انتقاله إلى مناطق أخرى، كما أن تسليم السلاح هو بمثابة انقلاب على اتفاق 2018، وهو يضر بمصلحة المحافظة بشكل عام، خاصة أنه لا يوجد ثقة بروسيا والنظام في تنفيذ التعهدات والالتزامات. خارطة الطريق الروسية وجميع المفاوضات المكوكية التي شهدتها درعا منذ أكثر من شهر لم تفضي إلى اتفاق ينهي التصعيد والحصار على الأحياء المحاصرة، ويبدو أن روسيا وضعت أهالي درعا أمام خيارين، إما القبول بتسوية مفروضة أو مواجهة الميليشيات الإيرانية حسب الضابط المنشق إبراهيم جباوي. ينضم إلينا الصحفي أحمد المسالمة من الحدود السورية الأردنية. مرحبا بك سيد أحمد، ما الذي تسعى إليه روسيا في الخارطة المقدمة في درعا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روسيا تسعى بأن تجعل من درعا البلد نموذجا إلى إرضاخ هذه الثورة، ولكنها لن تصل إلى ذلك. هي تحاول أن تصور بأنها تنفذ هذه خارطة الطريق وهي غير ذلك تماما، وهذا ما حصل قبل قليل على معبر حاجز السرايا عندما استجلبت عائلات من درعا المحطة وصورتها على أنها تقوم بإخلاء هذه العائلات إلى مراكز الإيواء، وأطلقت النار من قبل عناصر الحاجز لتفريق الأهالي والتصوير بأنهم قاموا بفتح الحاجز وهو مغلق إلى هذه اللحظة. روسيا تسعى إلى أن تكون هي سيدة الموقف في الجنوب والتقرب من الأهالي بأن الحمل الوديع، وللأسف هناك من يروج ويتحدث بأن روسيا هي التي ترعى وهي التي تضمن، وعلى الأرض نرى أن روسيا هي لا ترعى إلا الإرهاب والقصف والحصار والدمار. لكن هناك من يقول أن هناك اتفاقات دولية سيد أحمد تتعلق في جنوب روسيا مجبرة على الالتزام بها، ونظام
غير راضي عما تفعله أساسا روسيا في جنوب سوريا من دعم الفيلق الخامس والتهدئة التي تفرضها الآن، كيف ترى ذلك؟ نفس السيناريو الذي تحدث به 2018 عندما قالوا أن هناك تفاهمات دولية وأن هناك اتفاق دولي وإلمام إقليمي على أن بسط سيطرة النظام على الجنوب، وهذه هي المصطلحات تخرجها روسيا حتى تبيض وجه وتبعد المسؤولية عن رجالها وأذنابها التي وضعتهم كمفاوضين لها كما حصل بال 2018. هذا الذي تسعى إليه روسيا من هذه المصطلحات، وهي مصطلحات إعلامية للاستهلاك الإعلامي. أما على الأرض فأن روسيا هي التي ترعى الحصار، والفرق الرابع ما تزال تعفش وتقوم بعمليات التعفيش. سيد أحمد، ربما كل هذا يتبين، نية روسيا ربما تتبين كما تقول بعض المصادر أو الوسائل الإعلامية روسيا ربما تتبين نواياها من مصير إيران في جنوب سوريا. كيف يمكن أن يكون مصير إيران في جنوب سوريا من خلال خارطة الطريق المقدمة مؤخرا؟ التسريبات التي وصلت بكل أسف لا يوجد بها أي شيء يوحي إلى المعتقلين أو إلى انسحابات قوات النظام في محيط مدينة درعا، وكلنا نعلم أنها من الفرقة الرابعة ذراع إيران والميليشيات الإيرانية التي استجلبت بأسماء مختلفة وأزياء مختلفة إلى الجنوب السوري، منها ما هو جاء ليعفش، ومنها ما جاء ليتاجر بالحشيش، ومنها ما جاء ليزرعها، ومنها ما جاء حتى يحمي المقدسات الدينية ويحيي عاشوراء وما إلى ذلك. هذا خارطة الطريق لم توضح ذلك تماما، وإنما قالت بأن تسليم السلاح و14 يوم وبكل أسف نقولها أن هناك غموض يلف هذه الخارطة، ولم يصل المعنيين بهذه الخارطة هم أهالي المخيمات ودرع البلد وطريق السد، لم يعرفوا ما هي بنود هذه الاتفاقية، ويحكم على بعض الأشياء. بعض أعضاء اللجنة المركزية حتى أنهم لم يصرحوا عن بنود هذه الخارطة. سيد أحمد، ما الخيارات أمام أهالي درعا في حال تم رفض بنود الاتفاق؟ ما هي خياراتهم البدائل؟ أهالي درعا ليعلم الجميع بأنهم خرجوا من درعا البلد ليس من الجوع كما يروج إعلام النظام وروسيا وبعض الذين يشدون على أيديهم، إنما خرجوا من البطش والقتل. الآن هم أمام مصير واحد لا غير، إن تم الرفض فهناك الحرب، ويقول الشبان الذين ما زالوا يحملون السلاح في درع البلد هذا سلاحنا هو شرفنا ويحمي عرضنا ونحن جاهزون للقتال، وإذا فرضت الحرب فنحن أهل لها. أشكرك سيد أحمد المسالمة الصحفي، حدثتنا من الحدود السورية الأردنية. أدان المرصد الأورومتوسطي الممارسات التي ترتكبها السلطات الليبية بحق طالبي اللجوء المحتجزين في سجونها، مطالبة بالتدخل الفوري لإيقاف الممارسات التي وصفها بالتجاوزات المهينة لكرامة السوريين. للوهلة الأولى تبدو هذه الصور قادمة من سجون ومعتقلات النظام، لكن في الحقيقة هي صور لمحتجزين سوريين في ليبيا. الصور المسربة تظهر عشرات المحتجزين غالبيتهم من محافظة درعا وفق ما ذكر تجمع أحرار حوران، محتجزون جرى توقيفهم من قبل خفر السواحل الليبي خلال محاولتهم اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، وتم توزيعهم لاحقا على سجون أبو سليم وعين زارة وغوطة الشعال والزاوية. يقول أحد المحتجزين السابقين في ليبيا إن إدارة السجون تتقصد الإهمال الطبي للمحتجزين، حيث توفي أحدهم بسبب معاناته من مشاكل صحية، فيما فقد آخر بصره نتيجة الضرب والأمثلة تطول. ولا شيء طبي، وفي مرضى يعني مصابين بدون رعاية صحية أبدا. يعني توفى شاب من درعا معنا كان معه ربو وما رضوا يسلفوه أبدا أو يجيبوا له طبيب، بل ضربوه كمان، يعني ضربوه كثير. وفي شاب كمان بغوط الشعال فقد بصره من الضرب، وواحد انكسرت ايده وواحد رجله، كل ضرب وحشي كان يضربه، الوضع سيء جدا. المحتجزون يتعرضون لمختلف انواع التعذيب والاهانه، كالضرب بالانابيب البلاستيكيه وعدم توفير الطعام سواء من حيث النوع او الكم، كما يدفع المحتجزون مقابل نيلهم حريتهم مبالغ تتجاوز $1,000 عبر وساطات تعرف بالسماسرة تنسق عملها مع إدارة السجون، وفقا لبيان المرصد الأورو متوسطي.
المرصد أدان ما وصفها بالممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها السلطات الليبية بحق مئات من المهاجرين السوريين المحتجزين في سجونها، داعيا إلى تدخل فوري لإنهاء التجاوزات المهينة للكرامة الإنسانية. السلطات الرسمية الليبية لم تعلق على الاتهامات، فيما حمل المرصد والمنظمة الليبية حكومة الوحدة الليبية مسؤولية الانتهاكات بحق اللاجئين داخل مراكز الاحتجاز، مطالبين بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة إلى جانب دعوة الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها تجاه الملف. احتجزت السلطات التشيكية 29 سوريا خلال محاولتهم العبور إلى دول غرب أوروبا بشاحنة. وقال موقع بيلتا الروسي إن الشرطة التشيكية طاردت حافلة صغيرة بعد أن رفض سائقها التوقف وحاول الفرار قبل أن تتوقف في منطقة هوليسيو فيس العاصمة براغ، في حين هرب عشرات الأشخاص من الشاحنة فور توقفها واعتقلت الشرطة بقيتهم. بمناسبة مرور 4 أعوام على تأسيسه، أقام فريق شباب الخير التطوعي حفلا خيريا وذلك ضمن مدينة عزاز شمال حلب. بمناسبة مرور 4 أعوام على تأسيسه، نظم فريق شباب الخير التطوعي حفلا خيريا في مدينة عزاز شمال حلب، وذلك بحضور شخصيات مدنية وعسكرية وسياسية وتجارية، بالإضافة لمشاركة شخصيات من منظمات المجتمع المدني. طبعا نحن فريق شباب الخير التطوعي إنساني، طبعا عمله بيستهدف أكثر شيء الأطفال الأيتام وعوائل الأيتام من خلال المساعدات عن طريق منح مالية، عن طريق السير الغذائية، عن طريق هلا حاليا بآخر فترة عن طريق التعليم. يعني افتتحنا روضة مجانية للأطفال الأيتام لتعليم الأطفال الأيتام، لأن بالمخيمات ما في تعليم، فنحن إن شاء الله يعني عن طريق داعمين عم نحاول قدر الإمكان نوصل العلم لهالأطفال. يعني القائمون على الحفل تحدثوا عن أهم المشاريع التي قام بها الفريق وذلك خلال الأعوام 4، والتي كان أهمها مشروع تقديم سلل غذائية قام الفريق بتوزيعها على المحتاجين في المنطقة، ومشروع ترميم خيم للنازحين بالمخيمات المحيطة بمدينة عزاز. إلا أن أعضاء الفريق وكما تحدثوا يصطدمون بعقبات تتمثل أهمها بقلة الدعم المقدم لهم. أكثر الشيء اللي نحن عم نمر بإعاقة يعني ضمن الفريق هو قلة الدعم. بيكون عندنا دعم الفريق قوي دائما، يعني ما من وقيت، دائما بنقوم بحملات بمبادرات، دائما يعني بيضل عملنا كفرق كأعضاء شغالين. عم بخف الدعم، يعني نطرح يعني مثلا أنشطة لقدام في حال إذا إجى الدعم، مبادرات هيك بنكون جاهزين لتنفيذها. فريق شباب الخير التطوعي تم تأسيسه منذ 4 سنوات من قبل شباب متطوعين في مدينة عزاز بهدف مساعدة النازحين وتقديم الخدمات للمحتاجين وخاصة للأيتام والأرامل ومن تقطعت بهم السبل. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. عبد الرحمن نعناع مهجر من حلب إلى إدلب يتحدى إعاقته البصرية ويتفوق في دراسته. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام عن تسجيل حالتي وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وفي سياق متصل، أعلن مختبر الترصد الوبائي عن تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
إضافة لتسجيل 28 حالة شفاء من الفيروس في مناطق شمال وغرب سوريا. هذا وأعلنت وحدة تنسيق الدعم ظهور متحور ألفا في منطقة عفرين بريف حلب شمالي سوريا. وذكر مركز الترصد الوبائي أنه أجرى تنميطا جينيا ل94 عينة من منطقة عفرين، وتبين وجود المتحور ألفا في 3 عينات، بينما كانت العينات المتبقية سلبية لكل من المتغيرات 3 ألفا بيتا ودلتا. ينضم إلينا دكتور ياسر الفروح، منسق ترصد الأمراض التنفسية الحادة في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة من الشمال السوري. مرحبا بك دكتور. بداية، ضعنا في صورة تطورات فيروس كورونا وخصوصا ظهور المتحور ألفا. تمام، تحياتي لكم وللأخوة المتابعين. بداية نتمنى الصحة والسلامة للجميع. آمين. صراحة الكلام هي النتائج حتى يوم أمس كان فقط ظهور متحور ألفا في مناطق شمال حلب، وإثبات متحور وجود المتحور ألفا هو ليس بجديد، حيث ظهر في بداية شهر نيسان الماضي، ومع استمرار عمليات التنميط الجيني في العينات الإيجابية اليوم ظهرت نتائج جديدة في إدلب، في محافظة إدلب، العينات الإيجابية للقطب النفسي إدلب تظهر وجود المتحور دلتا. وكما هو معروف المتحور دلتا هو أخطر من المتحور ألفا اللي كان اكتشف أول مرة في الهند، وشفنا الجائحة اللي شهدتها الهند والأثار المدمرة على النظام الصحي هناك. فاليوم جاءت عندنا نتائج جديدة للأسف، وشيء متوقع طبعا وصول متحور دلتا لأي مكان في العالم بشكل مشابه للمتحور ألفا والفيروس الأول اللي ظهر في الصين. دكتور، ما مدى خطورة هذين المتحورين، وهل اللقاح ربما يحمي من الإصابة بها أو حتى يخفف؟ ما هي مدى الخطورة للمتحورات الجديدة؟ تمام، المتحور سواء المتحور ألفا أو المتحور دلتا هي تندرج ضمن تعريف المتغيرات أو المتحورات ذات الأهمية. هذا الشيء يعني أنه هي المتحورات لها انتشار أكثر عن السلسلة الرئيسية، وتعمل ممكن إصابات أكثر، وجود إصابات أكثر يعني وفيات أكثر. بالنسبة للمتحور دلتا شاهدنا أنه في الشدة السريرية له عم تكون أكثر، وشدة الانتشار عم تكون أكثر حتى من متغير ألفا نفسه. فنحن صراحة أمام تحدي كبير من جديد، كوفيد في شمال سوريا ينتشر بشكل سريع، المتحور دلتا شاهدنا أثاره. هل من التوصيات ربما دكتور نستغل وجودك معنا لإرسال توصيات لأهلنا في الشمال السوري وجميع أنحاء العالم للوقاية من هذين المتحورين؟ تمام، اللقاح كان وما زال باختلاف أنواع اللقاح المطبقة وباختلاف المتحاورات اللي عم بتكون جائلة في المنطقة، فوجود تغطية جيدة من اللقاح هو وسيلة جيدة لمنع انتشار العدوى ومنع الإصابات الشديدة، الحد من الوفيات. فبداية نشجع كل الناس المتاح لها اللقاح في الشمال السوري يحصل اللقاح، يتلقوا لقاح خاص بالكوفيد، هو آمن وفعال، مئات الملايين من الناس تلقوا الجرعات من اللقاح، وشفنا شلون في عديد من الدول حققت سيطرة جيدة على الجائحة حتى بوجود المتحور دلتا. ما زالت التوصيات باللقاح هي التوصية الأولى، بالإضافة للتوصيات الأساسية اللي هي متعلقة بإجراءات الحماية الشخصية مثل التباعد الجسدي، لبس الكمامة، والإجراءات النظافة بشكل عام. أشكرك دكتور ياسر الفروح، منسق ترصد الأمراض التنفسية الحادة في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة، حدثتنا من الشمال السوري. شكرا جزيلا لك دكتور. قتل نحو 20 شخصا وأصيب آخرون جراء انفجار خزان وقود في بلدة أتليل بمنطقة عكار شمالية لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية. وقالت الوكالة إنه تم نقل الضحايا جميعا إلى مستشفيات بلدة الشيخ محمد، مضيفة أن عملية البحث عن مفقودين لا تزال مستمرة
في محيط الانفجار، مشيرة إلى أن ظروف وملابسات حصول الانفجار لا تزال غير واضحة. أعلنت مجموعة من الجمعيات الأهلية التركية استنكارها الشديد للهجمات التي وصفتها بالعنصرية واستهدفت السوريين في منطقة ألتنداغ في العاصمة التركية أنقرة. ودعت الجمعيات الخيرية في بيان الحكومة والمسؤولين لاتخاذ موقف ضد كل أشكال التمييز والعنصرية، مؤكدين على أن أمن وحقوق السوريين وأموالهم ليست أقل أهمية مقارنة بباقي فئات المجتمع بحسب البيان. ومن الجمعيات الموقعة على البيان هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات ومدنيات وقف وأذكر دير. حقق الطالب عبد الرحمن نعناع المهجر من مدينة حلب إلى إدلب، حقق تفوقا بشهادة التعليم الأساسي بمجموع 217 علامة رغم إعاقته البصرية، حيث تعلم كتابة البرايل بمساعدة أمه. المزيد في هذا التقرير. يا طائر الباني قد هيشت أحساني وزدتني طربا، يا طائر الباني إن كنت تندب إلفا قد فجعت به، فقد شجاك الذي بالبين أشجاني. كتابة تعلمت كتابة البرايل بحلب بمدينة حلب، وتركت انقطعت فترة طويلة عن الدراسة، وبعدها اجيت لهون على محافظة إدلب وسجلت بمدرسة الصم والبكم المكفوفين، ورجعوا ذكروني مرة تانية بالكتابة. يعني في آنسة هي مبصرة لكن يعني تعلمت على لغة البرايل وذكرتني ببعض الأحرف، وقدرت انه ارجع يعني اتذكر كل الأحرف. كادرنا التعليمي سجلوا لي على الموبايل بعض التسجيلات، لكن يعني الموبايل يعني هو يفضل انه يكون في وسائل تسجيليه خاصه غير الموبايل. الموبايل يعني هو للمكالمات، هو للمحادثات اكثر ما انه للتسجيلات. سجلوا لي بعض المواد والوالده يعني ساعدتني بالمواد الاخرى. طبعا انا كثير انسريت بانه نجحت بالتاسع، وان شاء الله بدي اكمل مسيرتي التعليميه وما رح أوقف. يعني العلم يعني من المهد إلى اللحد، ما رح أوقف أبداً مسيرتي التعليمية. ورسالتي للمكفوفين أنه يتابعوا دراستهم وما يلتفتوا للصعوبات اللي بتحصل مع كل كفيف أو كفيفة، واستمرار الدراسة هو السبيل الوحيد لنا. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سجلنا في المدرسة والحمد لله رب العالمين، نشكر إنساته طبعا، إنساته مبصرات طبعا. كان تعليمه عن طريق القراءة والمتابعة عن طريق الصوتيات عن بالتليفون طبعا. بعد المدرسة أمه إلا الفضل أكثر والحمد لله رب العالمين، أمه مثقفة طبعا للبكالوريا وسطاني، هي اللي ساعدته طبعا نظريا، تقرأ له الكتاب وتراجع له المنهاج صوتيا، فقدمت له مساعدة أكبر من المدرسة، كمساعدة أكبر من المدرسة. حلمها الوصول للعالمية انطلاقا من الشمال السوري المحرر. شابة سورية تتحدى فقدانها للنطق والسمع وتقيم معرضا للرسوم في مدينة اعزاز شمالية حلب. التقرير التالي والتفاصيل. انا امل الفنانة لمى عبادي، معكم لمى محمد عبادي، مواليد جسر الشغور للعام 1990. لما من عمر 20 يوم اكتشفت أني طفلي ما بتسمع، فاقدة للسمع وفاقدة للنطق بالتالي. بالعشرين يوم رقدنا فيها على الطبابة، طلعنا بنتيجة أني ما في أمل لشفاء.
فهون نحن بقى صبينا اهتمامنا بالشيء اللي هي لما بتحبه، حاولنا نكتشف بلما شغلات النمية فيها. مجال الدراسة يمكن تعطل بحسب فقدانا للسمع والنطق، فلمحت أنا أجي من وظيفتي من شغلي أعطيه ورقة لتلتها فيها، أعطيه الألعاب الزتون ما يشغلوها، أعطيه ورقة قلم تشتغل فيهم، أعطيه لون تقضي ساعات فيهم. فبالأربع سنين اكتشفت أني بنتي لما حاملة موهبة الرسم، حب الرسم، ترسم خطوط بدقة، لفتت نظري، تعبي مساحات لونية يعني بمهارة. الأب رسام، فأنا قلت ممكن أخذت هاي الموهبة من الأب، اشتغلنا على هالناحية، هاي بلشنا نطور موهبتها للمع، بعدت على روضات، بالروضة أبدعت، بالروضة لفتت نظر مدرساتها أن لمع عندها هاي الظاهرة. فأنا والأب تساعدنا، عززنا شخصيتها، عززنا ثقتها بنفسها، حببناها بالعالم والعالم حبوها، تقوت بالبلة رسم، صارت ترسم بالقلم الفحم، صارت ترسم بالألوان الخشب، ألوان الفلومستر، بعدين اتطورت على ورق الكونسون. حبينا نحن نطور لما، بعتناها على لما لتتقوى بالرسم الزيتي، ضلت 3 سنين تروح على المركز الثقافي تتعلم أصول الرسم الزيتي على يد فنانين تشكيليين، الله يرحمه الأستاذ عدنان كدرش، ما ننسى فضله عليا. فبنتي بهالمجال أبدعت الحمد لله، وصلت لهالمرحلة اللي أنتم شايفينها، أنتم يمكن تشوفوها وصلت للتوب. أنا كأم بشوف أني إسا لما ناقصة، لما ما وصلت للاحترافية، بس إن وصلت للاحترافية وقفت، بطلت تتعلم، فشلت. لا، لما محلياً معروفة الحمد لله. بتمنى بنتي تطلع عربياً، وطموح لما للعالمية. هلأ عم تشتغل لوحات إسا ما عرضناها وما خلصت، عندها أمل وعندها طموح أني تعمل معرض بتركيا، تطلع هالطفلة للعالم، تنقل واقع للشعب السوري هون، الواقع الأليم، واقع النزوح، واقع الجوع، واقع القهر اللي عم نعيشه. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني ظاهر أسفل الشاشة halbtodaytv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.